السلام عليكم، مرحبا بكم في الدرس الثاني ولا لابارتي الثانية من ليكسبليكاسيون اللي درنا اللي كنا نديرو على ليكستراكسيون في الكور ديال تكنيك داناليز ولا تكنيك كيميك بور لا بيوشيمي بور لا بيولوجي عفوا. الوغ لابارتي الثانية غادي نهضرو بلو بريسيزامون على واحد الكات الثانية اللي كنلقاوها سوفون في سميتو في l'extraction liquide liquide هي الحاله اللي كيكونوا عندنا دو فوليم ديفيرون. اش كنعني دو فوليم ديفيرون؟ قبل في البارتيه الاولى خدمنا ان ميم فوليم، لو فوليم في لا فاز اورغانيك كان هو نفسه في لو فوليم في لا فاز اكوز. الوغ هنا الحاله الثانيه ملي كيتختلفوا لنا لي فوليم، دونك لا سوليوشن ان الفوليم ديالها ايغال ا 50 مثلا ml، ou la solution de le volume عندها هو 30 ml. Donc had l'espèce x اللي غادي نديرو له ليكستراكسيون راه غادي يدوز لنا واحد الفوليم لواحد الفوليم. دونك في هذه الحاله ما كنخدموش بلي كونسونطراسيون انيسيال ايغال كونسونطراسيون في لا فاز اورغانيك بلس لا كونسونطراسيون في لا فاز اكوز، ولكن كنخدمو بلو نومبر دو مول ان ان اي كتساوي ان اورغانيك بلس ان اكوز. علاش غادي نخدمو بالان؟ حيت من بعد غادي نحتاجو غادي نخدمو هاد لي فوليم هذا، و ان هي العلاقه ديال عندها واحد العلاقه كتمكننا اننا نخدمو بالفوليم. دونك في هاد الحاله ما كيتعطانا لا ان انيسيال لا ان اورغانيك لا ان اكو، ولكن كيتعطاونا واحد لي دوني اللي هما مهمين، هي لا ماس ديال داك لي سبيس اكس او لا ماس مولير ديال لي سبيس اكس. انا غادي ناخد واحد ليكزامبل ديجا خدمتو، جوج ناخذ لاماس هي 2 غرام ولا ماس مولير هي 122.2 جو بونس 12 غرام بار مول. الوغ باش نحسب الان انيسيال كتساوي هي لاماس سور لاماس مولير اللي هي 2 سور 122.12 اللي هي ايغال 6 16 37 10 على بويسونس موان 3 مول. الوغ هكا غادي نحسب الان انيسيال ديالي لان كتعطيكم لا موس ولا ماس مولير. الوغ الحاله البسيطه هي انكم تحسبوا الان انيسيال ديالكم. لحد الان باقي ما درت والو، يلا عرفت الان انيسيال، باقي الان اورغانيك والان اكو ما عرفتش كيفاش نحسبهم. اش كيتعطى ليا في لي دوني؟ كيتعطى ليا لو كاد دي ديالي. لو كاد دي اشنو هو؟ هو لا كونسونطراسيون في لا فاز اورغانيك على لا كونسونطراسيون في لا فاز اكوز اللي كيكون ايغال ا اون فالور ديال ناخذ الان 1 سور 50 مثلا. دونك لحد لهنايا هادشي اللي كيتعطى لنا كوم دوني كيتعطى لنا في ليكزيرسيس. الوغ كيفاش نحسب انا الان اورغانيك ولا الان اكو على حساب لا فاز ديكستراكسيون فين عندي؟ واش عندي في الاورغانيك ولا عندي في لا فاز اكوز؟ نفرضوا مثلا انها عندنا في الاورغانيك، كيفاش نديرو نحسبو؟ الوغ ما عنديش شي علاقه ديال الان اورغانيك على الان اكو كتساوي 1 سور 50 في الكادي. الكادي عندنا بلي كونسونطراسيون. دونك كيفاش غادي نلصقوا هادي مع هادي باش نوصلوا الحل ديالنا اللي هو نكالكوليو لو روندومون ديالنا اللي هو لو كونسونطرا سو كي اكستري على سو كي انيسيال فوا 100. لان كما قلت ليكستراكسيون دائما هي كالكولي لو روندومون، هذا هو السؤال اللي كيتحط دائما. ادوغ كيفاش غادي نديرو؟ ببساطه كنعرفو بان ان لو نومبر دو مول اش كيساوي؟ عنده واحد العلاقه كيساوي لنا لو كونسونطراسيون فوا لو فوليوم. هادي ان، دونك الا بغينا نخرجو الكونسونطراسيون باش نعوضوها في الكادي كتساوي هي ان سور في. علاش قلنا غادي نخرجوا نشوفوا شي علاقه اللي فيها الفوليوم؟ لاننا غادي نخدموا حتى بهاد لي دو فوليوم هادو اللي عندنا ديفيرون. دونك الكادي كيفاش كيولي؟ الكادي ايغال ان اورغانيك على في اورغانيك، لان كنعوضوا في هاد العلاقه هادي اللي هي ديال الكونسونطراسيون اورغانيك، على تو سو كي ان اكو سور لو فوليوم اكو اللي هو كيساوي لنا 1 سور 50. داكور؟ الوغ قلت انا عندي لا فاز ديكستراكسيون هي لا فاز اورغانيك، اي كنجي العلاقه هنايا عندي ان اورغانيك بلس ان اكو كتساوي ان. دونك غادي نخرج ان اكو كما درت في المثال البسيط اللي خدمناه في التمرين الاول ولا في البارتيال الاولى،
غادي نعاودوها هنايا خصني نخرج ان ا كو من هنايا دونك ان اورغانيك على فوليم اورغانيك اش كيساوي كيساوي لنا 1 سور 50 فوا ان ا كو على لو فوليم ا كو لحد لهنا كلشي بسيط دونك اش غادي نديرو غادي نخرجوا الان ا كو وهي ببساطه اللي جينا نخرجوا الان اورغانيك غادي تجي سهله ولكن نخرجوا الان ا كو الوغ الان ا كو اش كيساوي لنا هو ان اورغانيك مضروبه في 50 مضروبه في الفوليم ا كو على الفوليم اورغانيك لان غادي نجي ونخرج هذا ونطلعوا من هنايا غادي يولي لنا ان ا كو كيساوي لنا هذه زائد اش غادي نديرو غادي نعوضو ان ا كو في العلاقه ديالنا الاولى اللي هي ان اي كتساوي دونك ان انيسيال اش كيساوي لنا ان اورغانيك بلس الان ا كو اللي هي ولات ان اورغانيك فوا 50 فوليم ا كو سور فوليم اورغانيك ان اي اش كتساوي لنا كتساوي لنا ان اورغانيك عامل واحد زائد 50 ضروبه فوليم ا كو على الفوليم اورغانيك اللي كتساوي لنا نخرجوا الان اورغانيك ديالنا هي ان اي انيسيال سور 1 بلس 50 فوا الفوليم ا كو على الفوليم اورغانيك وهذه هي العلاقه ديالنا الخيريه دونك هذه هي القاعده الخيريه بها غادي نخدموا واللي هي ان اورغانيك تساوي ان انيسيال على 1 زائد 50 مضروبه في الفوليوم ا كو اللي هو النيت ايغال ا 50 على 30 اللي هو الفوليوم اورغانيك داكور لان الا جينا نشوفوا هنايا في التمرين الاول ملي بدينا قلنا بلي لا سوليوشن 2 اللي هي لا سوليوشن ديكستراكسيون اللي هي لا فاز ديكستراكسيون الفوليوم ديالها هو 30 والفوليوم ديال لا فاز اكوز هو 50 دونك الفوليوم ديال لا فاز اكوز هو 50 والفوليوم ديال لا فاز اورغانيك هو 30 كتجي ببساطه اننا كنعوضوا الان اي انيسيال اللي حسبناها في الاول اللي هي 16.37 اس ناقص 3 و لي فوليوم اللي عندنا دونك كتولي ساهل التطبيق العددي وهذه هي الكا الاولى في ملي كيكون عندنا دو فوليوم ديفيرون كيقول نحسبوا الان اورغانيك اللي هي الان انيسيال على هادشي كامل لان من بعد في الاكستراكسيون ملي كيكون عندنا دو فوليوم ديفيرون عندنا واحد السؤال واحد اخر اللي هو الاكستراكسيون ملتيبل زعما ملي كن اكستراو واحد اكستراكسيون بلوزيور اكستراكسيون ولكن الفوليوم كيبقى هو ولكن لو فوليوم لافاز اكوز كيبقى هو سوف لافاز اورغانيك كتختلف مثلا هنا هزينا 30 في دقه واحده غادي نقسموها على 10 نديرو 3 ديال لي زيكستراكسيون غادي نهزو 10 10 10 دونك بلا ما نمشيو نكالكوليو بعدا لو روندومون ديال هادي شنو هو هلا هو لا كونسونطراسيون في لافاز ديكستراكسيون في لافاز اورغانيك في هاد الحاله ديالنا على لا كونسونطراسيون انيسيال مضروبه 100 بويسكو ما عندناش لي كونسونطراسيون غادي نحسبو غير ان اي في لافاز اورغانيك اللي حسبناها هنايا على ان انيسيال اللي حسبنا الثانيه فوا 100 اللي كتعطينا واحد العدد تقريبي ديال 97% تقريبا 97% الوغ الحاله الثانيه شنو كيقول لك غادي نديرو اون اكستراكسيون ملتيبل اش معنى اون اكستراكسيون ملتيبل بمعنى اننا عادي يكون عندنا الميلونج ديالنا الاول غادي ناخذ منه الان اورغانيك الاولى اللي هي فاز ديكستراكسيون غادي نحسبوها وغادي نحسبو اشنو من بعد غادي نحسبو الان اكو علاش غادي نحسبوا الان اكو اللي كتكون هي ان اي ناقص ان اورغانيك لان غادي نحسبوا هذه راه هي اوتوماتيكمون غادي تكون ان اي بريم غادي تولي هي الان انيسيال لاننا منها غادي نهزو الان اورغانيك و
وعادي نحسبو ال ان اي ال ان ا كو اللي هي ان اي بريم ناقص ان اورغانيك داكوغ اللي في دورها عادي تساوي ال ان سكوند. دائما كنحسبوها لانها هي اللي غادي تسول لي كتلعب لنا الدور ديال الان انيسيال. والاكستراكسيون الثالثه غادي نحسبو فيها الان اورغانيك وغادي نحسبو الان اكو. ما بقاتش مهمه لاننا عندنا غير ثلاثه ديال الاكستراكسيون، الاكستراكسيون الاولى، الاكستراكسيون الثانيه، والاكستراكسيون الثالثه. علاش ثلاثه ديال الاكستراكسيون؟ لان هذا الفوليوم هذا ديال 30 غادي نقسموه سور 3، 10 10 10. دونك ملي غادي نقسموه سور 10 كيفاش غادي تولي لنا، ملي غادي نقسموه سور 10 كيفاش غتولي لنا الغولاسيون؟ ببساطه شديده في هذه الحاله هذه ملي كتحسبوا لنا، ملي كتوصلوا لهذه المرحله هذه صافي راكم خدمتوا لا ماجوريتي ديال التمرين. لان الان اورغانيك ديالكم، الان اورغانيك ديالكم اللي غادي تحسبوا اشحال كتساوي؟ غتكون كتساوي الان انيسيال الاولى على 1 زائد 50 مضروبة في الفوليم اكو اللي هو 50، ولكن الفوليم اورغانيك كيولي كيساوي هو 10، وهي لا سول اللي غادي تشونجا في هذه المرحله اللي لا سول اللي غادي تشونجا. اون فوا غادي تحسبوا هذه ان انيسيال كتساوي 16.57 ولا ما عرفتش شحال كتساوي 10 اس ناقص 3 مول 50 50 اجي كتجي ساهله الحساب. نعطيكم انا شحال خرجت، خرجت هي 14. ان اورغانيك الاولى كتساوي 14 فاصله، المهم انا عندي مثلا كتعطي شي 14 فاصله هذا لانني ما حاسبهاش، التمرين عندي مختلف، تعطي شي 14 فاصله شي حاجه. هذه هي الاكستراكسيون الاولى عطاتنا 14 فاصله شي حاجه، فاصله شي جوج ولا ثلاثه ولا ما ادري. خصنا نحسبوا الان انيسيال كما قلت لكم في الشيمه الثانيه. الان اكو، الان اكو هي 16 ناقص 14 مثلا، 16 اللي خرجت لنا في الان انيسيال هذه ناقص 14 شحال كتساوي؟ ان اكو كتساوي لنا 2. هاد 2 اشنو كتلعب؟ هي كتولي ان انيسيال بريم. دونك ملي غادي نجي نحسب انا الان اورغانيك الثانيه من هاد الاكستراكسيون هذه، ان اورغانيك اش كتساوي؟ كتساوي لنا ان انيسيال اللي هي 2 على 1 زائد 50 مضروبه في 50 على 10. اشحال كتساوي؟ 5 في 5 250، 250 على 10 هي 25، 2 على 2 على 26 ما عرفتش شحال كتخرج. المهم عادي تكون عندي الان اكو هذه، غادي نحسب الان اكو ديالي. الان اكو شحال هي؟ الان اكو هي ان اي بريم، هي ان اي بريم لان هي 2 ناقص هاد 2 على 26. هاد 2 على 26 هاد ان اكو الثانيه عاد تولي تولي هي ان سكوند، هي ان سكوند اللي تعطينا واحد لا فالور اللي هي زد. دونك ان اورغانيك في الاكستراكسيون الثالثه، لان عندنا 3 ديال الاكستراكسيون، درنا الاولى درنا الثانيه بقات الثالثه، هي زد لان ان ان سكوند هي اللي كتلعب لنا الدور ديال ان انيسيال على 1 زائد 50 مضروبه في 50 على 10. الاكستراكسيون الاولى، الاكستراكسيون الثانيه، الاكستراكسيون الثالثه اللي كتعطينا واحد لا فالور اللي هي ايغريك، و كتولي سالينا الاكستراكسيون ديالنا. الوغ كيفاش غادي نكالكوليو لو روندوم؟ لو روندوم شنو هو؟ هو المجموع ديال لي فاز اورغانيك، هي ايغريك بلس هاد 2 على 26 مثلا بلس ديك 14.2 اللي قلنا الله معك على ان اي انيسيال ديالنا اللي هي شحال؟ اللي هي 16.57 ولا هي 16 على 16.57 مضروبة في 100. اشحال غادي تكون كتساوي؟ غتكون كتساوي 99.99%. علاش 99.99%؟ لان ببساطة اون اكستراكسيون ملتيبل راها بلو بون كون اكستراكسيون سامبل. الاولى شحال عطاتنا؟ اكستراكسيون سامبل عطاتنا شي 7 97%.
هذه عطاتنا 99%. يعني اون اكستراكسيون سامبل اي بلو اون اكستراكسيون ملتيبل اي بلو بون كون اكستراكسيون سامبل. وهذا هو هذه هي الخلاصه اللي كنخرج منها من هذا الشيء. نتمنى ان هذا الفيديو تيكون عجبكم، تكونوا فهمتوا شويه. نورمالمون تخصو ورقه وستيلو وتعاود ويتخدم شويه. انا درت هذه الخلاصه هذه باش تفهموا لو برينسيپ كيفاش كيمشي. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تبارطاجيوه مع الدراري صحابكم مع الفلي جروب، وما تنساوش تبعونا على الصفحه الرسميه ديال بيولوجيا ميزونت امام. ما تنساوش واحد سبسكرايب في يوتيوب باش اوغمونطا لا فامي دي بيولوجيست هنا في المغرب ولا في الجزائر ولا في تونس. Et merci et prends soin.